هو ده السؤال الناس بقى بتسأل، هو هل الأهلي كان يعني قوي وكان يعني عالي في المباراة، ولا الترجي هو اللي ما كانش في مستواه؟ الاثنين. الأهلي كان مستواه مميز جدا ولعبته عندها ثقة كبيرة قوي، والثقة دي جاية من مدربهم الحقيقة برضو. وصلهم لمرحلة انه في الأجواء اللي احنا شفناها دي كلها، لا انتوا تلعبوا بهدوء، عندكم حافز، انتوا حامل اللقب. يعني راجل قدر يتعامل مع الموقف نفسيا بشكل ذكي جدا. وفي نفس الوقت الترجي، انا قلت لحضرتك قبل كده برضو ان احنا اعلى منه، احنا كاهلي. الاهلي طبعا كان بيمثل مصر، الاهلي اعلى منه فنيا، ولكن الترجي عنده خبرات لعيبه. الخبرات دي ما ظهرتش امبارح، فبدا وكان الترجي بيلعب خارج ملعبه وكان بعيد عن مستواه. عمل بعض الخطوره، لكن مش ده فريق الترجي اللي كان مثلا في 2018 و2019 بياخد لقبين ورا بعض، لا مش ده خالص الحقيقه. طيب قبل ما ننتقل لملف آخر، يعني أول تصريح للمدير الفني موسيماني، الحمد لله، يعني سألوه أنت إيه رأيك في اللي حصل، الحمد لله بس الأمر لم يحسم بعد، تعليقك على تعليق طبعا الفني. تصريح ذكي وفي وقته، علشان اللعيبة ما تعيش الفرحة زيادة عن اللزوم، لأن النصف النهائي مبارتين 180 دقيقة، خلص يعتبر الشوط الأول منهم بفوز النادي الأهلي. الترجي هيجي يوم السبت اللي جاي يا استاذ محمد، ليس لديه ما يخسره. فهيلعب بدون القيود اللي لعب بيها امبارح، او الحذر او الضغوط اللي كان فيها قدام جماهيره. هيروح، هيجي مصر طبعا، هيبقى كره هجوميه من اول دقيقه. متوقع ان احنا نشوف بقى قفشه بقى من بدايه المباراه، على عكس هو احتفظ بيه امبارح موسيماني، وده برده كان قرار ذكي، لانه قفشه راجع من اصابه، واصابه مش سهله، وبذل مجهود كبير جدا علشان يرجع احساسا منه بالمسؤوليه. فهو احتفظ بيه ولعبه تقريبا 30 دقيقه تمهيدا لانه يبقى ليه دور اكبر في مباراه العوده اللي هتتغير فيها الخطه وهيتغير التشكيل بكل تاكيد.